نعم. أنا اتطلقت يا ريجو، هعمل إيه؟ عارف إنك اتطلقتي، مش فاهم المشكلة في إيه يعني؟ بكرة تتجوزي يا ست اللي أحسن منه. نعم، إيه الكلام ده وكلامك ليا؟ كلام الحريم ده بيوجع دماغي. كلمتين وهقولهم لك من الآخر يا بنت الناس. الست اللي تخون راجل كان بيعشق التراب اللي بتمشي عليه، مستعدة تخون 100 راجل كانت بتحس معاه بالأنوثة. أوعدك لما تتجوزي هعدي عليك. يا ابن الكلب، يعني عاجبك رميت هنا؟ احترمي نفسك يا مرة. بس انبعت لك معايا 200,000 جنيه، هتاخدي منهم 10 بواكي وانا الباقي، علشان نعدي بقى الموضوع كده في امان من غير بقى ما ترفعي عليه قواضي وحوارات والكلام اللي انت فاهماه ده. انت هتاخدي 10 بواكي علشان بس ما تفتحيش نفسك، وانا هاخد الباقي علشان معايا تسجيلات ممكن توديكي في 60 داهية. طبعا فضيحة بالنسبة لك. فاكرة المكالمات اللي كانت بيني وبينك ولا نسيتيها؟ اظن انا كده خلصت كلام، والعشر بواكي هيبقوا عندك تحت. شاو. طلبتني خير. انا عايز 150,000 جنيه وحل عليك الباقي. وقبل ما تسال ليه، انا وقع في ايدي فيديوهات وانت بتخون صاحبك مع مراته، توديك انت وهي في 60 داهيه، ومن وسختها ربنا وقعها فيه. انت تقريبا قلت اللي عندك، ورجو ما بتهددش، كلها ساعة زمن بالظبط، وهتلاقيني سافرت بره مصر وطرت. والفيديوهات اللي معاك دي 10 دقايق ونزلها، يا رب تبقى ترند. ريجو، انا عايزاك تجيلي فوق السطح حالا في موضوع حياة او موت. خير يا عم، جايبني على ملا وشي ليه؟ اقول لك ايه، مراتك كانت بتخونك مع صاحبك، واي حاجه حصلت لك الفتره اللي فاتت كان من ترتيبهم وتخطيطهم هم. انت بتقول ايه؟ ومعايا التسجيلات والمكالمات اللي تثبت الكلام اللي انا بقوله. طب ابعت لي الحاجه دي على الواتس. تعرف ان انا جاي النهارده وندمان، يا ريتني سمعت كلامك وما خرجتش ابويا من البيت. انا خلاص ما بقتش طايق ابص في وشها، انا عايز اطلقها. اهو ده التفكير السليم، بس مش هينفع تطلقها غير لما تكون بقيت على قرشين، علشان ما يحصلكش اللي حصل لبركات. بركات مين؟ واحد صاحبي ما تعرفوش، غلط نفس غلطتك بالظبط، وطلق هو ما معاش ولا جنيه، وعشان كده يا عيني مرمي في السجن لحد دلوقتي. اما حسين بقى اللي طلع ناصر. حسين مين؟ واحد صاحبي برضه ما تعرفوش، عمل زيك انت وهو، بس عشان ناصح كان نايم على قرشين، طلق وميلة عينها بيه، ودلوقتي متجوز واحده واتنين وعنده استعداد يتجوز التالت. طب ما بقول لك ايه يا صاحبي، طب ما تيجي نبيع البيت وفي الوقت ده يبقى معايا فلوس. موجود. انت هتقوم دلوقتي تطلقها، وعما هي تلم هدومها هكون انا جهزت لك كل حاجه. توكلنا على الله. فعلا هو اللي كان بيشجعني على كل حاجه انا بعملها. اظن كده كل حاجه وصلت لك على الواتس. احتفظ بالحاجه دي عشان دي دليل براءتك لما تقتلهم.